الحمد لله. اول شيء الحمد لله المقابله اللي كانت بالجوده اللي كانت نحسوا عليها، شفنا فيها فعلا العناصر ديالنا، شفنا فيها مستوى الفريق، شفنا كذلك العمل اللي كنقوموا به من الناحيه الذهنيه ومن الناحيه البدنيه وكذلك من الناحيه الدفاعيه والهجوميه، شفنا كذلك اللاعبين المستوى ديالهم الفردي، الفريق المستوى ديالو الجماعي في جميع الوضعيات اللي يمكن نشوفهم فيها، خاصه من الطراز الرفيع. كنعرفوا ان البطوله الهولنديه هي بطوله كبيره فيها لاعبين كبار، كتبقى بطوله اللي كتنتج عدة لاعبين وكتحتضن عدة مواهب. كنظن اليوم كان احتكاك اللي هو كبير، والمفرح في هذا الامر هذا هو المشاركه ديال اللاعبين ديال فريق الامل في نهايه المقابله في بلبل حسن، واستطاعوا انهم يراقبوا المقابله ويراقبوا الخصم ويحافظوا على النتيجه. كنظن على انه الحمد لله العناصر بينوا على 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 مستوى اللي هو رفيع، ولكن مازال عمل، مازال خصنا نزيدوا نعملوا باش نوصلوا للمستوى اللي كيليق بالعائله ديال كوكب مراكش.